محافظ البنك المركزي المصري السيد حسن عبد الله، الأستاذ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، الأستاذ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي. السيدات والسادة الحضور الكريم، أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الهام الذي يأتي في لحظة حاسمة ومنعطف اقتصادي بالغ الأهمية. وبالنيابة عن البنك المركزي المصري أشكركم على حضوركم واهتمامكم بتغطية هذه التطورات الاقتصادية الحيوية التي تشغل بال الشارع المصري وتشغل الأسواق المالية العالمية. تعمل الحكومة المصرية جاهدة لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري، وتطبق في سبيل ذلك خطط إصلاحية شاملة. ولعلكم تابعتم حزمة القرارات الأخيرة التي تستهدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد المصري. مثلاً اليوم اتخذت لجنة السياسات النقدية قراراً جريئاً وحاسماً برفع سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس. وهذه خطوة كما ذكرنا جريئة وربما غير مسبوقة. يعكس هذا حرص اللجنة على سرعة التحرك لمواجهة التحديات الراهنة وضمان استقرار الأسعار. تابعنا اليوم أيضاً إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي عن توصل السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية لترتيبات الصندوق الممدد. ليس هذا فقط، فبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرف غدا رئيس الوزراء المصري على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بكل الموانئ المصرية المختلفة، وتشمل هذه البضائع السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. تأتي القرارات الأخيرة كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، وبالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من شركائنا الدوليين، وذلك في سبيل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. ومن المرتقب أن تسهم هذه الإجراءات في السيطرة على معدلات التضخم وإجراء إصلاح شامل. إذن يشرفني الآن إعطاء الكلمة لمعالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله، فليتفضل. شكرا يا دينا. أحب أبدأ بنرحب بحضراتكم جميعا، منورين ومتشرف بيكم كلكم. الحقيقة بعد الترحيب عايز أبدأ بالشكر، الشكر لرؤساء البنوك ولفريق العمل في البنك المركزي والمجلس إدارة البنك المركزي. الشكر ده مش علشان النهاردة، الشكر ده عشان فترة طويلة فيها صدمات خارجية وفيها مشاكل داخلية الجهاز المصرفي شال فيها، ووصلنا النهاردة لأن احنا قادرين نقف ونتكلم قدام حضراتكم ونقول لكم قدامنا خطة، قدامنا طريق، وكلنا مع بعض إن شاء الله هنوصلوا بكفاءة وبما يعود بكل على كل الشعب المصري بنتائج طيبة بانحصار التضخم. فبداية أنا بس عايز أبدأ بقرار سعر الصرف، سعر الفايدة. ففيما يتعلق قرار رفع سعر العائد بواقع 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع الاستثنائي اليوم، فإن الهدف هو احتواء التضخم والتعجيل بوضعه على مساره نزولي حتى يتقارب من المعدلات الأحادية المستهدفة على المدى المتوسط. احنا عملنا بيان النهاردة بيخاطب المتخصصين وفي الكلام ده، لكن انا عايز النهاردة احاول اوصل للناس والمواطن العادي يعني ايه الكلام ده. الكلام ده بكل بساطة ان احنا عندنا تضخم، يعني السلع اسعارها بتزيد وعندنا سعر فايدة.
المواطن المصري والمواطن عامة أما بتيجي المواضيع لجيبه والفلوس بيبقى عنده ذكاء فطري لا يحتاج يتعلم اقتصاد ولا يحتاج حاجة. فاللي كان حاصل في الفترة اللي فاتت حاجتين، التضخم ده هو من أشرس الأمراض اللي بتواجه أي اقتصاد، فكان قدامه حاجتين، تضخم عالي وتوقعات تضخم مستقبلية أعلى. فإيه اللي كان بيحصل في الفترة اللي فاتت وحضراتكم عارفينه كله؟ هو ببساطة إن الراجل كان بيقول أنا بحط 100 جنيه في البنك النهاردة أخدها بعد سنة فلنفرض 120، القلم ده كان ب 100 جنيه بعد سنة يلاقيه ب 130، فيحصل إيه؟ يسيب الجنيه المصري ويقوم رايح بيدور على سلعة. سلعة دي بقى حضرتك تبدأ من أول التلاجة لحديد مرمي للدولار، تمام؟ وبالتالي بتبقى العملية دايرة مفرغة. احنا قررنا ان احنا نزود الفايدة عشان الجنيه المصري يقدر ان هو يبقى فيه قيمة للاستثمار والاحتفاظ به يبقى مفيد للمواطن المصري ومفيد لنا جميعا، وبالتالي رفع الفايدة الى هذا الحد وبهذه الطريقة هو شيء مطلوب. لكن زي ما حضراتكم عارفين احنا مفيش حاجة واحدة بس من الحاجات دي، من كل الحاجات اللي انا هتكلم فيها هي اللي تقدر تحل المشكلة، ده جزء من المشكلة، لكن دي هيبقى معاها حاجات تانية. واحنا النهاردة الحمد لله على مسار تنازلي مش على مسار صعودي في سعر الفايدة، ده اللي فات واللي جاي، الصورة اللي قدامنا، واحنا برضو مش هنتردد ان احنا نستعمل اي ادوات عندنا ان احنا في الاخر على المدى المتوسط ان احنا نوصل لسعر التضخم يكون احادي. طبعا حضراتكم عشان نكون واضحين الحاجات دي ما بتحصلش بين يوم وليلة، احنا النهاردة كل اللي حصل ده بداية وهتحتاج شغل مش بس من البنك المركزي، شغل من المركزي وشغل في الاقتصاد الحقيقي، وده احنا فعلا محتاجينه كلنا. احنا يعني الايام اللي فاتت علينا دي كانت ايام عصيبة، يعني شفنا فيها ايام ليل ان كان فيه توقعات موجودة حوالين التضخم وحوالين سعر الصرف ملهاش اول من اخر. طيب القرار اللي احنا اللي عايزين نتكلم عليه تاني حضراتكم هو طبعا اللي بيهم كل الناس، هو قرار سعر الصرف. حضراتكم كان في اصوات كتير قوي بتنادي ان سعر الصرف ده هيزود التضخم وان سعر الصرف ده لازم ندافع عنه والى اخره. الحقيقه احنا يعني وجهه نظرنا في البنك المركزي وكل الدوله ان وجود سعرين صرف في اي اقتصاد هو مرض لا تستقيم معاه الامور. وبعدين بيقول لك انت الدولار كان ب 30 بقى 50، طب ليه ما هو مش كان بره ب 70 وشايفينه رايح مش عارف كام ولا 1000 جنيه ولا اي رقم هم شايفينه رايح له، كان الواحد بيسمع ارقام غير منطقيه. ده كله كان بناء على ايه؟ ان مفيش ثقه في الجنيه ومفيش ثقة في المستقبل، مفيش ثقة في حتى إدارة التدفق النقدي اللي موجودة، لأنه بيجي يحسب يقول لك أدي عليك كذا ومعاك كذا. الحمد لله النهاردة واقف قدام حضراتكم بقول لكم إحنا عندنا الحمد لله ما يكفي لسداد التزاماتنا ويفيد، خاصة مع توحيد سعر الصرف. الخطر في وجود سعرين صرف ده خطر بيمس كل واحد فينا، هو ان احنا ممكن الناس تاخده ببساطه، لكن هو موضوع انا ليه بتكلم كده، لان كان في اصوات جامده بتنادي بان احنا الدوله تمشي بسعرين صرف. فانا يهمني ان طبعا نبقى واضحين ان ده سعر الصرف ده لو في سعرين صرف السوق السوداء دي حضراتكم هتبقى في كل حاجه وكل السلع في المستقبل. هتلاقي اي سلعه لو هي جايه ليها سعرين. وبعدين في الاخر احنا في الفتره اللي فاتت وما نخبيش على حضراتكم امكانياتنا كانت بس ان احنا نقوم بتدبير الدولار للسلع الاساسيه والاستراتيجيه اللي اغلبها مدعم.
فالمواطن لما كان بينزل يشتري أي حاجة كان بيشتري بأرقام جامدة جدا. وهنا في نقطة احنا كلنا لازم نكون واعيين لها, واحنا كمستهلكين مصريين عندنا الحساسية للأسعار أقل من في رأي أي مواطن في العالم. يعني ناس كتير قوي بتروح بيبقى السلعة بتغلى هو برضو بيشتريها. طيب ما احنا جزء من الحل ان احنا كمان نقلل لما يبقى في حد, وان احنا نسأل بدل مكان نسأل في مكانين, وان احنا في الاخر نبقى عارفين ان انا حاليا اقدر ااجل, وانا بقول لحضرتك اقدر ااجل قرار الاستهلاك بتاعي المستقبل ان الاسعار خلاص مش هترتفع. ليه مش هترتفع؟ لان احنا حضرتك كان الناس بتدعي انها بتجيب الدولار باسعار عالية جدا, وبالتالي بتسعر بتسعير غالي جدا. والنهارده في إتاحة احنا بدأنا من اول النهارده إتاحة بكميات كبيرة من خلال الجهاز المصرفي. الإتاحة دي هتخلي حضراتكم هتشوفوا البضائع بتخش, وهتشوفوا ان في حركة, واكيد مفيش حاجة بتستخبى. حضراتكم شفتوا النهارده الحركة اللي حصلت في السوق اللي هي فعلا حركة حقيقية. والبنك المركزي, عشان بس كان في اخبار طلعت ان البنك المركزي تدخل بانه باع دولار, ما احتاجناش نتدخل. انا بقول لحضراتكم بكل فخر ان الموارد اللي جت موارد جت من السوق وراحت للسوق, ورؤساء البنوك هم بيهزوا مبسوطين لان اول مره من مده نشوف موارد بهذا الحجم. فده معناها ان المشكله انتهت؟ لا, احنا بقالنا سنه عندنا تراكمات, لكن بتتحل؟ بتتحل. المستوى اللي احنا وصلينه ده فيه تدفقات؟ فيه تدفقات. فيعني ان شاء الله باذن الله كل حاجه هتبقى ماشيه في المسار الصحيح, وبالتعاون مع حضراتكم والتعاون مع الدوله. انا حضراتكم طبعا يعني عايز اسيب وقت للاسئله, بس يهمني بس اقول نقطه واحده بس عشان نفتكر ايه اللي كان حاصل, وهي مؤشرات معلنه في كل حته. انا حضراتكم في وقت من الاوقات سعر السندات الدولاريه على مخاطر جمهوريه مصر العربيه السند وصل 25% على الدولار. طب ده معناه ايه؟ اي دوله ولا اي شركه, اي دوله او اي شركه بيبقى عندها تدفقات نقديه, ساعات تبقى محتاجه فلوس, ساعات بتبقى فلوس زياده بغض النظر عن الصوره طويله الاجل. ده معناها ان ال 25% دي بتقول لي ان السوق لو انا نزلت السوق النهارده مش هلاقي ولا مليم, ولو لقيته والناس جملتني هتدوني ب 30%. النهارده السعر ده كام؟ 6%. وبالتالي ده معناها ان اتفتحت لي الاسواق بره لو احتجتها, لان انا مش يعني مش بقول ان انا بنقتل, كل اللي بقوله لو احتجتها السوق بقى مفتوح. وبدام بقى مفتوح معناها ان انا بقى عندي قدره ان انا اقدر اجيب فيها. حاجه تاني, كان عندنا في حضرات كليه بنسميها عقود مبادله مخاطر الائتمان. دي ببساطه هي اكنها عقود تامين على اخفاق بلد او شركه. العقود دي كانت وصلت 27% في السنه. يعني معناها لو حضرتك مستثمر اجنبي ومحتاج تامن على مخاطر بتاعه دوله زي مصر في الوقت ده كانت هتبقى 27%. طيب دلوقتي كام؟ 211 نقطه, يعني 2%. الحمد لله. ليه؟ لأن الإصلاحات اللي معمولة سواء كانت النقدية أو اللي موجودة كلها على مستوى الدولة الناس شايفاها. العقود الآجلة اللي هي بتاعة العملة نزلت 30% من أول السنة. ويعني انا كده متهيألي او اجازت لحضراتكم الرسائل الاساسيه, وهناخد من حضراتكم اسئله.
أنا في النهاية بحب أشكر حضراتكم تاني، وأتقدم بالشكر كمان للحكومة لأن في تنسيق جامد معاها، وطبعاً طبعاً القيادة السياسية من غير دعمها ما كناش وصلنا للنقطة اللي احنا فيها دي. وأحب النهاردة أقول لحضراتكم ده أول لقاء ليا مع حضراتكم، إن احنا على بداية المسار الصحيح لأن البلد دي اقتصادياً تكون بلد متزنة اقتصادياً وقوية وبمجهود الناس كلها وبتفهم الناس كلها. وأشكر حضراتكم. جزيلا معالي المحافظ على تقريب الصورة وشرح المشكلة. طبعا ذكرت أرقام وأهداف مهمة جدا، ربما منها الوصول لسعر تضخم أحادي ونحن على بداية الطريق. بالفعل وجود سعري صرف في السوق مرض ولا يستقيم معه الاقتصاد أو لدولة قوية كما ذكرت في النهاية. الحضور الكريم، طبعا نظرا للحضور المكثف من كل القطاعات في المؤتمر الصحفي اليوم، كما تابعتم يقوم الزملاء بتوزيع بطاقات لكتابة الأسئلة أو الاستفسارات التي ترغبون في طرحها على معالي المحافظ وأيضا السادة النواب. سنقوم بجمعها وطبعا عرضها على معالي المحافظ للرد عليها. وحتى يتم ذلك يشرفني أن أدعو الأستاذ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي لطرح رؤيته عن قرارات اليوم، فليتفضل. مساء الخير، ونرحب بحضراتكم جميعا في البنك المركزي وسعداء بوجود حضراتكم معنا في يوم مهم زي ده. الحقيقة يعني القرارات النهاردة لحضراتكم شاهدتوها من خلال الإجراءات اللي اتخذها البنك المركزي، يعني بتنصب في حاجة مهمة جدا وهي استعادة الثقة. وحضراتكم عارفين ان زي ما السيادة المحافظ كان بيقول ان التضخم والغلاء كلها مؤشرات سيئة جدا وبتنعكس على حالة من عدم الثقة، وبالتالي بتساعد في تغذية التضخم والغلاء، وده أكبر مشكلة وتحدي ممكن تواجه أي دولة وأي اقتصاد. ليه أكبر مشكلة؟ لأن باختصار كل هذه العوامل اللي بتؤدي إلى زيادة الأسعار تبقى مدفوعة بحالة من عدم اليقين وعدم الثقة وعدم الاستقرار. ولما يبقى في أوضاع سواء كانت مدفوعة بأسباب خارجية أو أسباب داخلية بتؤدي إلى حالة من عدم اليقين وتخلي الأجواء اللي يخيمها حالة من عدم استقرار وعدم الثقة، بنعكس ده في المزيد من التضخم، لأن بيبقى فيه حالة من انعدام الثقة اللي بيؤدي للقدرة على المضاربين على الزيادة والدفع بالأسعار لمستويات غير مبررة. احنا شفنا وكلنا عصرنا هذه التجربة الفترة اللي فاتت، وشفنا ازاي حالة عدم اليقين اللي كانت موجودة في الأسواق دفعت الكثير إلى الاكتناز والكثير إلى حجب السلع، وده بالتالي أدى إلى يعني اختلال في التسعير على كل المستويات سواء كانت على مستوى السلع أو مستوى الخدمات. وده خلى المواطن اللي عنده فطرة زي ما سيادة المحافظ كان بيقول بيحاول يتحوط ضد ده بشتى الطرق. طبعا اللي دفع المؤتمن هو المجتمع كله نتيجة لزيادة مطردة في الأسعار، وأدت إلى أن في حالة المزيد من عدم اليقين اللي صعبت الأوضاع بشكل عام. إحنا بالنسبة لنا في البنك المركزي وأحد أهم مستهدفاتنا إن لم تكن الأهم هو استقرار الأسعار على المستوى والمدى المتوسط، قمنا باتخاذ بعض حزمة الإجراءات اللي قمنا بيها النهاردة لما توفرت كل المكونات والعناصر الأساسية المهمة لي تمكننا من أخذ هذه القرارات. طبعا مش هستفيد في أكتر من سيادة المحافظ قاله، هنتطرق لده من خلال الأسئلة اللي هحضراتكم هتطرحوها، بس إحنا اللي يهمنا كبنك مركزي هو إن إحنا ندفع بكل العوامل اللي هتأدي لي استعادة الثقة. حضراتكم عارفين اللي اتكلمنا عليه من حالة الاكتناز وحجب السلع ده
كان سيء جدا، لان لما بقاش فيه يقين ومبقاش فيه قدرة على التسعير والتنبؤ بالمستقبل، مش قادرين نسعر ونشوف المستقبل رايح فين، بيبتدي يبقى فيه مضاربات، والتزايد والتصاعد في المضاربات دي بتخلي في شلل، نوع من الشلل او عدم الاستقرار في النشاط الاقتصادي. بمعنى او بشكل مبسط، انا لو منتج مش قادر اسعر المنتج او الخدمة اللي انا بقدمها، وبالتالي المستهلك بيحصل تدافع على شراء واستهلاك اكتر من احتياجاتي واكتر من امكاناتي، وبالتالي الضغوط بتتزايد وبتنعكس في الاخر بشكل عام على زيادة في مستوى الاسعار. احنا ان شاء الله الفترة اللي جاية من خلال الاجراءات اولا اللي اخدناها النهاردة، ثانيا متابعة السوق بشكل حثيث، ان شاء الله هنبقى حريصين جدا على اخذ كل الاجراءات الممكنة للحد من التضخم. ده الهدف الرئيسي لينا، واللي في الاخر هنعكس على استعادة الثقة، لان في الاخر احنا مصر عندها تحديات ناتجة من ثروة قومية، وهي عندنا قوة يعني شبابية كبيرة. الحقيقة احنا عارفين ان احنا عندنا نسبة التشغيل مهمة، احنا عندنا تقريبا من 800,000 المليون خريج جديد بينضم لسوق التوظيف كل سنة، وبالتالي لو حلقة الحلقة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي مدارش بالشكل المطلوب، ده مش هينتج عنه الانتاج المستهدف ولا التشغيل والتوظيف المطلوب، وهينعكس بالسلب على الانتاج. وكل ده كعنصر رئيسي له لازم يكون في استقرار وحالة يقين، حالة كبيرة من اليقين واستقرار بشكل عام في الأسعار، لأن من غير ده بيؤدي إلى تخبط كبير جدا في الأسواق اللي بينتج عنها كل الأضرار اللي احنا ذكرناها. فإن شاء الله احنا من خلال الإجراءات اللي أخذناها النهاردة واللي هنستمر في متابعتها وإحكام السيطرة على أي عدم انضباط في التعاملات في الأسواق، المال إن شاء الله هتساعدنا على ضبط السوق مرة أخرى لاستعادة الثقة. وابتدينا نشوف بوادر إيجابية النهاردة من خلال السوق المحلي والسوق الدولي، اللي ذكر أهم المؤشرات له السيد المحافظ، ابتدينا نشوفها، وده إن شاء الله مع استمرار وتتابع الأخبار الإيجابية اللي احنا متوقعينها هيستمر في التحسن، وهيساعدنا مرة أخرى لاستعادة أهم حاجة وهي الثقة في الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري عنده المقاومات إن هو يبقى في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات، سواء كانت استثمارات خارجية أو داخلية، للدفع بعجلة النمو والوصول لمستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية زي ما سيادة المحافظ قال. نشكر حضراتكم وبشكر يعني سيادة المحافظ على هذه الفرصة، وكل سنة حضراتكم طيبين. شكرا. شكرا جزيلا للأستاذ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي. والآن ننتقل لكلمة الأستاذ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي. أهلا وسهلا بحضراتكم في البنك المركزي، وكل عام وانتم طيبين. وبسم الله الرحمن الرحيم. يمكن الاستقرار المصرفي يكون يعني ضيف تقيل شوية على البنوك، لكن الحقيقة المهمة الأساسية اللي احنا كنا بنقوم بيها خلال الفترة اللي فاتت هو ضمان سلامة مراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، لأن زي ما حضراتكم عارفين هدف سامي من أهداف البنك المركزي ومن نقطة من النقاط اللي قانون البنوك الحقيقة بيرتكز عليها هو ضمان حقوق المودعين. ده الأساس بتاعنا، نحن بنحافظ على حقوق المودعين. ولذلك بداية لأي تحرك بيحصل في السياسة النقدية بناخد توجيهات وتعليمات من سيادة المحافظ ان احنا نعمل اختبارات. الاختبارات دي بنقيس مدى تأثير العوامل اللي ممكن تؤثر على المراكز المالية للبنوك، زي سعر الصرف وزي سعر الفايدة. ليس هذا فقط، لان هذا المعلن سعر الصرف وسعر الفايدة، لكن في عوامل اخرى الحقيقة زملائنا في قطاعات الاستقرار المصرفي بيقوموا بيها
بنماذج معينة لاختبارات الحساسية بتفوق معدل سعر الصرف والفايدة. لو قعدت أحكي لحضراتكم فيها هناخد وقت طويل جدا. الهدف من اختبار الحساسية إن أنا أشوف وأقيس قدرة البنوك، قدرة القطاع كله، كل بنك على حدة والقطاع ككل على امتصاص أي صدمات ممكن تحصل من العوامل الداخلية اللي احنا عارفينها أو العوامل الخارجية اللي ممكن تؤثر علينا. هل ممكن نمتص الصدمة اللي ممكن تيجي نتيجة هذا العامل ولا لا؟ بنعمل اختبارات عديدة، اختبارات حساسية لكل عامل على حدة، اختبارات ضغط اللي هي ستريس تيست للعوامل كلها بتبقى مجمعة مع بعضها أو كومبايندد مع بعضها عشان نشوف أقصى تأثير ممكن يحصل على القطاع المصرفي. نتائج كانت بتتغير الحقيقة من ساعة لأخرى مش من يوم لآخر، وزمايلنا الحقيقة المسؤولين في القطاعات كانوا على قدر الثقة والمسؤولية إنهم بيقدروا يقدموا النتائج بتاعتها. كانت نتائج كلها مرضية لأقصى نتائج، مش النتائج اللي موجودة في السوق دلوقتي. حابب أقول لحضراتكم سلامة القطاع المصرفي زي ما احنا بنقول على المؤشرات الخاصة بسلامة المالية للقطاع المصرفي. لو قلنا معدل كفاية رأس المال، وده أهم حاجة بتبقى موجودة عندنا في البنوك، متوسط معدل كفاية رأس المال في البنوك دلوقتي 18.6%. المعايير الدولية بتقول 10%، لكن المعايير المحلية وفقا لتعليمات البنك المركزي 12.5%، بناخد هامش فوق المعايير الدولية 2.5%. لو اتكلمنا على نسبة العملاء غير المنتظمين إلى إجمالي العملاء وصلت 3%، نزلت وتحسنت من 4.7 على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا ل 3% دلوقتي. لو حد قال لي طيب المعيار العالمي ايه؟ مفيش معيار عالمي، ولكن المعيار الداخلي بتاعنا بنقول من 8 ل 10%، و10% ده بيبقى يعني النسبة الأسوأ اللي موجودة. احنا الحمد لله 3%، لكن في معدل آخر حقيقة لازم نبصله، هو معدل تغطية المخصصات للبنوك للعملاء غير المنتظمين، بتتراوح ما بين 90-92%. لو جينا على دي معدلات سلامة مالية، منها معدلات السيولة. معدلات سيولة العملة المحلية واصلة أفريج في القطاع كله لحوالي 37%، معيار البنك المركزي 20%، احنا بهامش 16%. لو قلنا معدل تغطية السيولة قد ايه من الـ 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 الأصول اللي موجودة بتغطي الالتزامات قصيرة الأجل، المعيار بيقول 100%، احنا الحمد لله القطاع المصرفي 808%. معدل القروض للودائع واصل ل 54%، هو كان 50% وصل ل 54. ليه؟ لأن البنوك ابتدت تشتغل وتستثمر في قروض لقطاع عام وقطاع خاص، ابتدت تهتم بالقطاع الخاص بالصورة الأكثر. معدل العائد على الأصول، والحقيقة ده مع مضاعفة أصول البنوك على مدار الست سنين اللي فاتوا لنسب تتراوح ما بين 30-40-50% خلال الفترة اللي فاتت، ومع ذلك القطاع المصرفي حافظ على معدل عائد على الأصول وصل ل 1.2%، ومعدل العائد على حقوق الملكية أكتر من 20%. ده بيدينا مؤشر إيه؟ ده بيدينا مؤشر إن الحقيقة بنوكنا ملتزمة، ده نمرة واحد. البنك المركزي باللغة العامية كده مصحصح على البنوك وبيحاول إن هو يضبط إيقاع البنوك قبل ما يحصل أي نوع من أنواع لا قدر الله التوتر نتيجة العوامل الخارجية. أنا بشكر الحقيقة كمان زملائنا في البنوك على أن احنا بنثقل عليهم في بعض الأحيان استيداء المعلومات بسرعة، وهم الحقيقة بيلبوا هذا، لأن السرعة دي ما بتبقاش بس علشان أن احنا محتاجين المعلومة بسرعة، المعلومة بيبقى وراها قرار، وبالتالي سرعتنا في جلب المعلومة من القطاع المصرفي بتبقى هامة جدا في الوقت دوت. زي ما احنا النهاردة كنا يعني ضغطين عليهم في شوية معلومات، بس الحمد لله هم قد الثقة. أنا بشكر حضراتكم وبشكر زمايلي في القطاع المصرفي، وهستأذن سيادة المحافظ أكرر الشكر لزملائنا في البنك المركزي وأحييهم. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا للأستاذ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي. والآن نفتح الباب للأسئلة والاستفسارات، والحقيقة يعني ممكن نعمل كتاب من الأسئلة العديدة، أتمنى أنه يكون الوقت يسمح ل يعني مناقشتها جميعا.
بداية سؤال عن تأثير تقييد السياسة النقدية بمقدار 600 نقطة أساس على النشاط الاقتصادي، وهل يستدعي الوضع الاقتصادي الحالي رفع أسعار العائد؟ معالي المحافظ. هو يعني ممكن يعملوا ملف يا أستاذ مصطفى. خلينا أحسن سؤال سؤال أفضل عشان تركيز. هو حكي السؤال له شقين طبعا. شق هو له علاقة بحجم الحجم الكبير وأثره على السياسة النقدية، وده إحنا وضحناه في كلمتي، وهو له دعوة من الآخر بالتضخم. وإحنا كسياسة بنك مركزي، وده المهم، الرسالة اللي حضراتكم ممكن تروحوا بيها لو في عنوان، هو إن البنك المركزي لم ولن إن شاء الله يعود يستهدف سعر صرف محدد، هو بيستهدف تضخم، وده بيتطلب تنسيق، ده اللي بنسميه استهداف التضخم، بين كل الإجراءات اللي موجودة في المالية وكل الإجراءات حتى الاستثمار الحكومي والبنك المركزي، عشان في الآخر نقدر إن احنا نوصل لرقم يكون في التضخم إن شاء الله يبقى زي بقية الدول المتقدمة، لأن زي ما قلت لحضراتكم التضخم ده أشرس مرض في الاقتصاد، وحضراتكم لو ركزتوا في دول حوالينا تضخم المعلن 60 و70 و80%. الشق الثاني له دعوة بالأعمال. معلش أنا ليا سؤال بسيط لحضراتكم، يعني أما يكون العمل ده بيواجه إن هو ما فيش عملة وفي ندرة وفي سعر أغلى للعملة وتوقعات لسعر أغلى، التضخم يأذيه على المدى البعيد أكبر من سعر الفايدة. يعني لو أي مستهلك جي حسب كل اللي احنا عملنا الحسبة دي مرة، أنا ما عنديش الرقم، مش حد فاكره المركزي، قلنا سعر الفايدة اعتبرناه جزء من مكونات الإنتاج 12%. فبالتالي هو عنده 8 ال 12% دي أما تغلى 6% ما تعملش 0.1، ما تعملش حاجة. لكن ال 98% اللي فيها، فلنفرض مثلا سعر مواد خام، دي نفسها بتعمل سعر عالي قوي. فهو في البدايه لا شك ان هيبقى فيه لازم احنا، يعني انا هنتهز الفرصه دي عشان اقول لحضراتكم، مجتمع العمل لازم يبقى عارف ان في الاخر ده كلنا لمصلحتنا، كلنا. والجزء الثاني اللي احب برضو أقول لرؤساء البنوك عليه وأقول لمجتمع الأعمال عليه، هو ببساطة إن سوق سعر الصرف المرن شوية أو مرن كتير، أو سوق سعر الصرف اللي بيتحرك، بيتطلب إن الناس تبقى عارفة إن في أدوات عند البنوك موجودة إنها تقدر تتحوط على ده. وعندنا هنا أساتذة في رؤساء البنوك يعلموا هذا، وياريت يعني ياريت بوجه لهم رجاء ان هم يجيبوا العملاء في مجموعات ويشرحوا لهم ازاي ان هم يقدروا لو السعر، لان اللي بيجي لنا اللي بيجي لنا بعد كده الراجل بيقول له طب انا اسعر ازاي وهو بيتحرك. احنا حضرتك عندنا الامكانيه ان احنا نعمل عقود لتثبيت السعر في المستقبل في اغلب بنوك الجهاز المصرفي، ورؤساء البنوك اهو، وانا بطلب منهم مباشره ان هم يبتدوا يتواصلوا مع العملاء ان هم يقدروا يريحون في هذا. وبالتالي ردا على الجزء الثاني ده، على المدى القصير ممكن يحس ان هو بيأذيه، لكن ده في المدى الطويل التضخم هيأذيه اكتر واكتر واكتر. فاحنا مع بعض ايد واحدة نقدر نسيطر عليه ان شاء الله. ومتشكر. طيب حضرتك هتضيف حاجة أستاذ رامي؟ لا، يعني استكمالا برضو الكلام سيادة المحافظ، زي ما كنا بنقول، طيب تعالوا ناخدها بالعكس، حيث لو ما كناش أخذنا هذه الإجراءات التقييدية، لو وقفنا اتفرجنا على اللي بيحصل على المشهد من غير ما ناخد أي إجراءات تقييدية، ظاهريا الناس تفترض أن ثبات سعر الفايدة على المستويات دي أفضل من أن أنا أعمل سياسات تقييدية. لكن في حقيقة الأمر البقاء كان أو الإبقاء على المستوى بدون احتواء التضخم
كان هيبقى أشرس بكتير وأسوأ بكتير من التقييد المؤقت اللي هيحصل، اللي من شأنه أنه هو يحتوي التضخم ويساعد على عودة التضخم لمسار نزولي. لأن لو كنا أبقينا على الوضع كما هو كان هيبقى فيه أولا تآكل القوى الشرائية، ودي أخطر حاجة ممكن تواجه الاقتصاد، لأن تآكل القوى الشرائية وتراجع قدرة المواطن على الشراء والاستهلاك بتأثر بشكل سلبي ومباشر على عجلة الاقتصاد والدورة والنشاط الاقتصادي. لأن المستهلك لو ما أنفقش وما استهلكش المصانع مش هتنتج، لأنه ما فيش حد يستهلك هذا الإنتاج، وبالتالي مش هيبقى فيه تشغيل، وبالتالي هيبقى فيه بطالة إلى آخره. فالوضع التقييدي ده وضع مؤقت لمحاربة التضخم وبشكل سريع وفعال، ومن ثم نبتدي نشوف في انخفاض تدريجي في معدلات الفايدة، اللي في الآخر الهدف منها ان احنا نساعد القطاع الخاص وكل القطاعات ان هي تساهم في الاقتصاد الكلي ونمو معدلات الاقتصاد الكلي بشكل زي ما قلنا شكل معدل طيب مع معدلات تضخم منخفض. شكرا. طيب، يعني اتصالا مع هذه النقطة، هناك سؤال عن يعني مصير التضخم. هل يتوقع أن يتراجع بالفعل التضخم مستقبلا، أم أن هذا الإجراء ربما سيكون مؤقت ولا يمتد تأثيره على المدى الأبعد، والشق الآخر تأثير ذلك على ميزان المدفوعات؟ طبعا تأثير أو يعني هل هذا الإجراء والتقييد مؤقت؟ نعم مؤقت. شفنا كل دول العالم سواء كانت اقتصادات متقدمة أو نشأة أن بتضطر لمحاربة التضخم رفع سعر الفايدة لمواجهة هذا التضخم. في بعض الدول بدون تحديد أسامي كانت واخدة يعني موقف أو استراتيجية مغيرة، قالت لا احنا مش هنحارب التضخم بسعر الفايدة لأن ده ممكن يشعل المزيد من التضخم. لكن في الآخر يعني كان واضح جدا أن السياسة الأفضل هي استخدام القنوات والأدوات المتعارف عليها لدى كل البنوك المركزية، وعلى رأسها استخدام قنوات سعر الفايدة، لأنها ليها قدرة على انتقال التأثير على معدلات التضخم بشكل مباشر، وبالتالي تراجع معدل التضخم اللي قلنا الأخطر حاجة ممكن تواجه المواطن أن قيمة العملة الوطنية تتآكل وتتآكل بالتضخم. وبالتالي مهم جدا أن احنا يعني بشكل سريع وفعال نقضي على هذه الظاهرة، وهنقضي عليها إن شاء الله، وليها طبعا تداعيات إيجابية كتير جدا، ان هي هتنعكس في الاخر على الثقه اللي احنا ذكرناها في الاول. طيب تاثير ده ايه على ميزان المدفوعات؟ تاثيره هيكون ان احنا بالاجراءات اللي اخذناها النهارده لتوحيد سعر الصرف، وهي اجراءات مهمه جدا، لان تاني لو فضل كان في سوق موازيه ولو فضل في تخبط في التسعير وحاله من عدم اليقين، كان ده هيشعل المزيد من المضاربات والتكهن وحاله عدم اليقين، اللي هي تاني انا بكررها عشان هي دي كانت سيد المشهد. طيب هيأثر ازاي؟ احنا شوف عارفين ان مصر كان من ضمن اكبر الموارد الدولارية والتدفقات اللي كانت بتيجي، كانت هي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فوق وصلت كانت في وقف السنة قبل اللي فاتت كانت وصلت لحوالي 33 مليار دولار. التدفقات دي للأسف مع الحالة اللي حصلت في السوق الموازية ابتدت كلها تروح خارج السوق الرسمي لقنوات الغير شرعية، وبالتالي فقد القطاع المصرفي الكثير من هذه التدفقات. النزيف اللي حصل ده أثر غير أنه هو عمل حالة من عدم الاستقرار وعدم الثقة، اللي أدت إلى أن أي استثمارات كانت ممكن تيجي تم إرجاءها وتم التراجع فيها الكثير من قرارات استثمارية في مصر، أدت كمان إلى أن ما بقاش في ثقة في العمليات الرسمية، وبالتالي حصل تراجع في مستويات التدفقات للنقد الأجنبي الواردة من المصريين المغتربين. نفس الشيء شفناه في الصادرات، لأن ابتدى يبقى فيه مع تراكم السلع في المواني نتيجة للسوق الموازية إلى آخره،
ومع عدم توحيد سعر الصرف لقينا ان في عدم قدره او عجز كبير في توفير وتلبيه الاحتياجات للمكون الاجنبي الداخل في التشغيل في التصنيع وفي الانتاج، وبالتالي الصادرات تراجعت. فهي حلقه شرسه كلها ادت الى الاثار السلبيه اللي احنا كلنا عصرناها. وبالتالي مع انتظام السوق وتوحيد سعر الصرف نتوقع وبشكل سريع ان شاء الله التدفقات وتحويلات المصريين في الخارج هنبتدي تستعيد عافيتها. ان متوقع طبعا ان مع انتظام السوق السياحه كمان تستفيد، لان هنشوف مساهمه الصادرات سواء كانت السلعيه او الخدميه تتعافى نتيجه لتنافسيه العمله المحليه، وده هيؤدي بشكل كبير الى استعاده جزء كبير من التدفقات بالعمله الاجنبيه للسوق الاقتصاد المصري. نفس الحكايه لاي تعاملات بالنقد الاجنبي هنبتدي نشوف فيها تحسن نتيجه للاستقرار في سعر الصرف. طبعا ممكن يبقى في زياده في الواردات وده متوقع نتيجه لان حركه الانتاج هتبتدي تنشط مره اخرى، وبالتالي هيبقى في طلب على العمله لاستيراد خامات ومكونات انتاج، لكن في الاخر هتنعكس على زياده في الصادرات ايضا، وبالتالي اي تراجع او زياده مؤقته في الواردات سيتم تجاوزها من خلال زياده في الصادرات، وبالتالي المحصله ان الميزان الجاري لمصر ان شاء الله هيتحسن تدريجيا مع الاستقرار في سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف وده الاهم. شكرا جزيلا، أرجو أن يكون هذا رد شافي للأستاذ مجدي دربالة مدير تحرير أخبار اليوم، وكان سؤاله في هذا الإطار. سؤال آخر من الأستاذة صفاء لويس رئيس تحرير العقارية، أهلا وسهلا، وهي بتسأل عن السعر المتداول حاليا بالبنوك، يعني هل هو السعر العادل؟ ربما ما هي آليات تحديد سعر العملة الأجنبية في إطار هذه المنظومة لتحرير سعر الصرف؟ طيب دي في حاجة بنفتخر فيها في الجهاز المصرفي، وهي إن في نظام مش موجود في بلاد كتير قوي طبعا مش من المتقدمة، هو نظام التعامل بين البنوك وبعضها، والنظام ده بيهنج لما يبقى فيه تعامل في سوق غير رسمي بيسحب جزء من الموارد براه، وبالتالي بيحصل تعجيز، والسوق الغير رسمية ما بتسعرش، يعني ما عندهاش آلية لأنها تجيب العرض كله والطلب كله. هو حضرتك لو واحد، يعني أقول لحضرتك لو واحد مضطر يبيع مثلاً وهيبيع بسعر اقل، الواحد مضطر يشتري هيشتري بسعر اكبر بكتير، فهو ملهاش مقياس، هي حاجه بين اتنين او بين جهه، مش حاجه منظمه. احنا عندنا وعاء كامل من خلال البنوك اللي هو الانتر بانك، بيدخل كل الموارد وبيشوف الاستخدامات ايه. حاليا عشان انا احب اكون مع حضراتكم واضح وصريح، لازم برضو نبقى فاكرين احنا في بداية مش في نهاية، بالعكس اللي حصل دلوقتي ان الحمد لله الموارد زادت اكتر من الطبيعي، لكن انا عندي طلبات وعندي حاجات كتير قوي متعطلة، وابتدينا الحمد لله وبعنف، وهتحسوا بالكلام ده في السوق، يعني ما فيش حاجة بتستخبى، هتلاقوا ان في حركة جامدة جدا حصلت في الاسواق. لكن هل احنا خلصنا؟ هل كل واحد محتاج النهاردة تمت البيت؟ لا. هل هنوصل لده؟ احنا مصممين وعندنا الامكانيات وعندنا الخطط البديلة احنا نوصل ده في اقرب فرصة ممكنة. وبرضو معلش انا في سعر الصرف عايز اقول حاجة مهمة قوي، سعر الصرف لوحده مش حل، هو لوحده مش حل، زي ما قلت في اول كلمتي هي موضوع كامل كله. لو كان حل كان كل بلد نزلت عملتها وقعدت ما اشتغلتش. جزء سعر الصرف ده مجرد بوابة بس، لو مقفولة بتقفل عليك، لكن لو مفتوحة مش معناها ان جالك استثمارات او انك انت بقيت كويس، لازم يبقى فيه شغل. والكلام ده طبعا انا يعني هو مش مركزي، لكن انا كمواطن مصري بقول لحضراتكم في الاخر هي كلها عبارة عن ان احنا لازم نبتدي نهتم بان احنا
نحاول يبقى عندنا موارد دولارية كبيرة والموارد دي تخش في الجهاز المصرفي، وان يبقى عندنا صناعات وعندنا افكار حاجات تقدر تحل المشكلة من جذورها. مش كل كم سنة تحصل المشكلة دي، احنا في الاتجاه ده. الفرق بين الوضع النهاردة واي وضع سابق ان احنا ماشيين في اتجاه كامل وبتنسيق كامل، ان الدولة دي في ظرف فترة تبتدي يبقى عندها كفاية ذاتية من العملة، ما تبقاش على طول عندها عجز عملة. طب احنا كنا بنجيب العجز ده منين اصلا؟ اغلبهم اللي قالوا رامي اللي هم التحويلات، ده اللي كان بيخش يقفل وجزء استثمارات. اول ما ده اتاخد مننا بقينا مش قادرين نواجه. وبالتالي ردنا على سؤال حضرتك ببساطة، احنا عندنا نظام اللي متبع عالميا وتم اختباره اكتر من مرة. الفكرة كلها في المواد الخام اللي بتخش فيها، يعني عندنا المصنع، حالياً عندنا المصنع، عندنا المواد الخام، وعندنا كمان مواد خام في المخزن، فالحمد لله. طيب ننتقل لسؤال مرتبط ربما من الأستاذ أحمد حسن، وكالة أنباء العالم العربي، بيسأل هل سيتدخل البنك المركزي عند مرحلة معينة في آلية سعر الصرف كما حدث سابقاً، أم سيترك الأمر لآليات السوق؟ احنا يا فندم زي ما انا وضحت سايبين الموضوع لآليات السوق، لكن ما فيش حاجة في العالم بتساب الآليات بالكامل. بمعنى اما بيحصل تذبذبات غير منطقية في اي حتة في العالم، حتى اكبر واعتى الدول، البنوك المركزية بتتدخل، بس بتتدخل علشان خاطر بيبقى فيه حركة سريعة وغير منطقية، وده بيبقى واضح لنا، مش حركة صغيرة طلع ونزلة. والبنك المركزي عنده قدرة الحمد لله حاليا ان هو يتدخل في السوق بطريقة طبقا لقواعد السوق. يعني ايه؟ يعني ما يتدخلش يروح يدي هشام بيه او عبد الحميد بيه مبلغ من الدولارات، يخش يدي المكنة اللي هي اسمها الانتر بانك بتاع الجهاز المصرفي، يقوم ضخ فيه مبلغ مرة واحدة فالدنيا تهدى، وبعد كده يبتدي يحصل توازن تاني. حاليا زي ما تحركوا احنا عندنا الامكانية دي وعندنا الموارد دي، ولكن وده شيء انا فخور بيه، ان النهاردة كل اللي حصل صورة وسائل البنوك اهو مفيش حاجة عارفينها، كله حصل من موارد جات لنا جديدة النهاردة، مش من موارد البنك المركزي. وده ده ده دي اهم حاجه تقدر تطمن حضراتكم، وان شاء الله ده يستمر. اعتقد انه هذه الاجابه ايضا ترد على سؤال من رويترز. نفيسه الطاهر، I believe this addresses your question, will the pound float forever or there will be a point in which the CBE will intervene? I believe His Excellency the Governor addressed. معلش خليني ارد عليهم بشرط. As this is very clear, we're not targeting an FX price, we're targeting inflation. ممتاز. طيب الشارع المصري، لأننا جئت محملة ببعض الأسئلة من المواطنين العاديين اللي بيسألوا على الكريدت كاردز، بطاقات الائتمان هتكون يعني ليها ضوابط مختلفة عند السفر أو عند الاستخدام في الخارج؟ يا فندم احنا بطاقات الائتمان دي عملت مشكلة كبيرة قوي، والحقيقة ان احنا كنا بنسهل الإجراءات، الناس خدتها بطريقة عكسية. الأول كان في وقت الزنقة كان الناس بتروح بتودي باسبور وبتودي لأن بتودي تذكرة سفر وغالبا بتضربها، ما اعرفش دي هتترجم ازاي الحقيقه، وتاخد. احنا قلنا ما تجيش البنك، اتكلم قول انا وسافر، وعندك 3 اشهر بعديها ابعت لنا بس صوره انك سافرت. ليه احنا عملنا كده؟ حضراتكم تخيلوا ان المتوسط الشهري لاستخدامات البطاقات بنتكلم في $200 كان اعتى شهر، تخيلوا ما يوصل 3/4 مليار دولار في الشهر، وانا عندي دواء وعندي اكل، ايه اللي حصل؟ بصينا يا فندم الناس دي ما بتسافرش، الناس دي بتبعت كروتها، ده واقع، ده مش يعني مش، وحضراتكم هتبقوا عارفين الناس للاسف بتعمل كده. اي واحد مسافر يقوم واخد 2-3 معاه، ده غير ان بقى في حاجه منظمه، يعني واحد يطلع ب 150 كارت
ويخش على البنوك ويطلع القروض وخاصة بطاقات الديبت، يروحوا يلموا بطاقات، دي كلها حقائق من حضرتك طرفه، يلموا بطاقات ويروح يطلع القروض ويبعتها مع واحد وتمسك وطلعوا كذا حد منه، ويرجع ياخد الدولار ده يوم بيعه للراجل بالغالي. طب انا اقدر استحمل؟ هل ده شيء منطقي؟ طبعا مش منطقي. كل اللي عملناه ان احنا قلنا حضرتك قبل ما 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 ما, ما تسافر سافر، وبعد ما ترجع حط لنا بس ان حضرتك كنت بره البلد، وعلى الايميل عملنا كل التسهيلات الممكنه. احنا النهارده في توجيهات حصلت للبنوك، والبنوك ابتدت تقول خلاص حدود الكروت الائتمان مطروقه لكل بنك، وكلهم ابتدوا يرجعوها. زائد كده انا برضو بنتهز الفرصه اقول لزملائي في رؤساء البنوك، احنا عايزين ندي اولويه جامده في الفتره اللي جايه، ان شاء الله كله هيتحل، بس عايزين كاولويه التعليم بتاع اولادنا اللي بيتعلموا بره، عاملين شكاوي كتير، عندهم ظروف، والصحه كالعاده يعني عايزين نتك عليها. طيب وحاجه ثانيه، حاجه ثانيه يا فندم، والناس اللي يعني حضراتكم الناس اللي اغلب الناس اللي بتشتكي في مستويات من يعني مستوى الراجل ميسور، يبقى حضرتك عنده 10 مليون دولار في البنك وعايز في الاخر يجي ياخد 3000 دولار، فنقول له يا باشا احنا عملنا لك نظام، ما احنا بنعمل نظام لكل حد. لو حضرتك راجل مقتدر وبتحب تسافر كل اسبوع، ما السفر ده يعني ما انا انا يعني انا ما بسافرش كتير، يعني مش حاجه، لا فلو حضرتك مقتدر ادي فلوسك طلع عليها كارت وانا هخصم عليك بنفس العمله. يا نهار ابيض، اكن حضرتك يعني اكن حضرتك. فهو الموضوع محتاج عقلانيه شويه. احنا كل اللي عملناه ان احنا تواجهنا بطوفان من الفلوس، زي ما بقول لحضراتكم مبالغ كبيرة قوي، أكتر من 3 أضعاف الحاجات الأساسية، وإحنا بنرجع النهاردة وأتمنى طبعا الموضوع ده يفضل مستمر. وشكرا فندم. أبلغت الآن أنه الوقت المخصص للمؤتمر الصحفي انتهى، ما زال لدينا كثير من الأسئلة اللي سنضعها بكل تأكيد بين يدي معالي محافظ البنك المركزي المصري، وتوجد أسماء الصحفيين عليها وسيتم الرد عليها. شكرا جزيلا معالي محافظ البنك المركزي المصري الأستاذ حسن عبد الله. أشكر أيضا الأستاذ رامي أبو النجا نائب المحافظ للاستقرار النقدي، والأستاذ طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي. وأشكركم جزيلا السادة والسيدات الحضور على وجودكم اليوم، ونتمنى أن نبقى على تواصل وأن نتطرق لكل الموضوعات والنقاط التي أشرتم إليها في أسئلتكم. شكرا جزيلا. شكرا.